اعتذر النهارده دكتور عاكف يعني بعافيه شويه. فيا ريت بقى على الفيس كده ازيك يا دكتور. هما كلهم ان شاء الله اعتقد هذا الاسبوع وابتداء من الاسبوع القادم دكتور عاكف هينزل لكم. انا كده كده شغال بعد الظهر ان شاء الله. انا مش هعتمد على ان انا قلت لكم حاجه الترم الاولاني لان سؤال في الجزء الاولاني اهلا وسهلا هيز ويلكمد او شي از ويلكمد. دي حاجه. الحاجه الثانيه الحاجات اللي ريليتد للي احنا هنكمل فيه انا هقولها بالتفصيل. فهنبدا مع بعض ان شاء الله. وانتم مفترض انكم خلصتوا الترم الاولاني وامتحنتوا الحمد لله والنتيجه ايه بتاع؟ طيب عملتوا ايه؟ وانتم مش عارفين في النيرف والمسل كنا خدنا حاجه اسمها اكشن بوتنشال. خدنا حاجه اسمها ايه؟ اكشن بوتنشال. خلاص بقى بتلعبوا بيه كوره في الشارع مع بعض يعني. طب ازيك يا محمد الاكشن بوتنشال بقى تمام؟ طيب ايه الاكشن بوتنشال ده؟ ده عباره عن مجموعه من التشينجز اللي بتحصل في الريستنج ممبرين بوتنشال ابون اكسبوجر تو ابلوبر ستيمولس. هو ده بيقولها من ايه؟ طيب تعالوا مع بعض كده نفتكر بسرعه مش عاوز اضيع وقتي. ريستنج ممبرين بوتنشال سببه ايه؟ ريستنج ممبرين بوتنشال سببه ايه؟ سلكتيف بيرميابيلتي اوف ذا ممبرين وسببه سوديوم بوتاسيوم اتي بيز بامب. طيب ريستنج ممبرين بوتنشال بتاع النيرف اي الفا مثلا بنتكلم في ماينس 90 ملي فولت. عملت له ستيميوليشن بابروبال ستيمولس وصلك لماينس 65 ملي فولت اللي احنا بنسميه الفايرنج ليفل ثري شولد. هيحصل اكشن بوتنشال. هذا الاكشن بوتنشال منقسم الى ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن وهايبربولاريزيشن. حد عارف ايه دي؟ افتر ديبولاريزيشن خلاص مش مشكله ده ليكم مش مشكله مش عليك. المهم ديبولاريزيشن سببه ايه؟ في عندي صوديوم ايونز واتفقنا ان انا الخلية بتاعتي في جسمي كله في بعض الحاجات قلناها الترم الاولاني وبعدها الترم ده بنقول ان زمان انتراسيلولار كاتايون اعلى ايون موجب جوه الخلية هو تنسى اسمك وما تنساش. زمان اكستراسيلولار كاتايون از سوري والناتريوم جوه في عندك بروتين وفي عندك انورجانيك فوسفيت بره في عندك كلورايد وعندك بايكارب وكمان بره الكالسيوم اكتر. ماشي. حصل ستيميوليشن بروبر ستيميوليشن وصلك للثري شولد ليفل عمل اوبننج لحاجه اسمها فولتج جيتد صوديوم تشانلز فتحات في الممبرين اسمها تشانلز ليها بوابه جيت. هذه البوابه بتفتح ابون اكسبوجر تو ان الكتريكال ستيمولس او ابون اتشينج في الفولت اوف ذا ممبرين. عشان كده سميت التشانلز دي فولتج جيت تشانلز. وهذه التشانلز لما بتفتح بيتحرك خلالها صوديوم بيتحرك خلالها ايه؟ يبقى اسمها بالكامل في البطاقه فولتج جيت صوديوم تشانلز. طب هو الصوديوم تركيزه جوه اكتر ولا تركيزه بره اكتر؟ 10 اضعاف. لما تفتح هذه الشانل ايه اللي يحصل؟ ريبت انترنس اوف صوديوم لجوه الخليه يخلي النيجاتيفيتي جوه تقل. في شحنات موجبه ما
ما بقيت صفر. loss of polarization صفر خلاص. ده مش كده وبس، ده انا فضلت كمان لحد ما جوه بقى باظ صفر. حاجه بنسميها reversal of polarity، الاستقطابيه اتعكست، بدل ما كان جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف بقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف. بوزيتيف كام؟ 35. طيب صوديوم تشانلز بتفتح بسرعه وتقفل بسرعه وتظل في القفله ستيت، في الكلوزد ستيت فورايل، ولا تعود مره اخرى الى ريستنج ستيت الا بعد تايم. ماشي. انا وصلت البلاس 35. ايه اللي حصل عند البلاس 35؟ ابتدت فولتج جيت البوتاسيوم تشانلز تبقى وايدلي اوبند. دكتور انا ما قلتش عند البلاس 35 البوتاسيوم تشانلز فتحت، انا قلت ايه؟ بقت وايد، يعني هي فتحت. اه ده بعد الصوديوم بشويه صغيرين، بس بتفتح ببطء وبتقفل ببطء. وهذا الفتح ما كانش باين لسببين، لانه بطيء ولان كان معاها مين؟ صوديوم سريع قوي، فما كانش باين. اول ما اخيرا الصوديوم وقف، مين بقى اللي ابتدى يبان بعد ما ابتدى الوقت يعدي عليه؟ البوتاسيوم. البوتاسيوم لما يفتح ايه اللي هيحصل؟ هو تركيز البوتاسيوم جوه اكتر ولا بره اكتر؟ جوه اكتر. according to concentration جدا تحصل في البوتاسيوم يخرج افلكس. انا بخرج شحنات موجبه من جوه، ايه اللي يحصل؟ نيجاتيفيتي جوه تزيد تزيد تزيد، برجع بري بولارايز، برجع للبولارايز ستيت مره ثانيه. متشكرين يا بوتاسيوم، متشكرين، جزاكم الله خيرا. الف الف الف. ايوه اي عناصية هنا. اي استنى انت رايح فين؟ ده انا رجعت كمان تحت الاس نبل بوتنشال، انا ما وصلتش لمره 90، انا نزلت تحتيها، انا بقيت هايبر بولارايزد، انا بقيت هايبر بولارايزد. طيب هايبر بولارايزد يعني جوه نيجاتيفتي زياده قوي. عاوز ارجع من ماينس 92 93 لماينس 90، اعمل ايه؟ خد الكلمه دي مني، وقلتها الترم الاولاني وبقولها تاني. لو في يوم من الايام اتزنقت والممبرين بوتنشال ما رجعش للريستنج ولقيت كل التشانلز بتاعتك اتقفلت خلاص، مين اللي يرجعك؟ انورد ريكتيفاينج بوتاسيوم تشانلز. كلمه انورد ريكتيفاينج بوتاسيوم تشانلز دي مجموعه من التشانلز كل وظيفتها، ركز في اللي انا بقوله، كل وظيفتها كلامبنج ذا ممبرين بوتنشال تو ذا ريستنج ستيت. لا معلش بالعربي بعد اذنك، يعني حضرتك احنا مدارس حكومه يعني. طيب هي بتكلبش، مع الاعتذار طبعا لكلمه بتكلبش، احنا متنيلين الايام دي، بتكلبش الريستنج ممبر الممبرين بوتنشال عند الريستنج. اي وقت الممبرين بوتنشال شافته مش للريستنج ومفيش تشانل شغاله غيرها ترجعه تاني لمين؟ للريستنج. طب حضرتك يا دكتور بتقول لي كلمة انورد ريكتيفاي، يعني هي بتفضل البوتاسيوم يخش. احنا وجدنا ان هذه القناة، واسمع الكلام ده مني، بتنقل في الاتجاهين. بتنقل في الاتجاهين؟ according to the membrane potential يا بيه. الحالة بتاعتنا الانورد ريكتيفاي بوتاسيوم اتشرف، هو لسه الممبرين كان كام؟ الممبرين بوتاسيوم كان بعيد عن لسه كان ماينس 92 93 حلو. طب من ماينس 93 عايز ارجع لماينس 90، تعمل ايه؟ ادخل بوتاسيوم، ادخل بوزيتيف، يبقى في الحاله دي انورد ولا مش انورد؟ وساعتها الكلام بالنسبه لك في الترم الاول كان منطقي، بس ما تنساش ان انا بقول لك ان الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم بيتكوندكت في الاتجاهين اكوردنج تو مين؟ اكوردنج تو الممبرين بوتنشال. بمعنى ان انا لو الممبرين بتاعي وقف عند ماينس 80 وعاوز ارجعه ماينس 90 هتعمل ايه؟ هتطلع بوتاسيوم. ايه ده انورد ضريح، انا ماليش دعوه، هي بتفضل انها تدخل، بيأسهل، بتدخل بوتاسيوم اسهل، انما
احنا اللي احنا بنعمله ايه؟ بنراجع مع بعض اكشن بوتنشال اللي كان في النرف عندنا، وعرفنا ان هو بيتكون من ديبولايزيشن سابه انفلكس اوف صوديوم، ريبولايزيشن، هايبربولايزيشن سابه الافلكس اوف بوتاسيوم شانلز اللي هي سلو، رجوع مره ثانيه للريستنج ميمبرين بوتنشال. كنا بنتكلم عن انورد انتفاينج بوتاسيوم شانلز، ديوريشن اوف اكشن بوتنشال السبايك من 1 ل 2 ملي سكند، كل الاكشن بوتنشال من 40 ل 50 ملي سكند. طيب الكلام ده فين يا دكتور؟ الكلام ده في النيرف سكليتال ماسلز. تعالى يا ابني نشوف حاجه كده خدناها الترم الاول وماليش دعوه ما خدناهاش، اقولها تاني. ايه بقى الحاجه دي؟ قلبك يا ابني، قلبك عيني الحب، قلبك لو فتحت صدرك طلعت قلبك قطعت السمباثيك والفيجاس بارا سمباثيك، هجد قلبك شغال توماتيكي توماتيكي يا اخويا بيدوب لوحده. اوتوماتيك اصله ايه؟ اوتوماتيك يعني فيه مجموعه من الخلايا في هذا القلب has the ability to initiate its own action potential without external stimulation. امال ايه بقى نظام الفيجاس والسمباثيك والسمباثيك؟ دول بيموديوليت، يعني هو لوحده بيطلع كهرباء. السمباثيك يزود الكهرباء acceleration، الباراسمباثيك يقلل الكهرباء ديسيليريشن، لكن هو لوحده من غير اكسترنال ستيمولاي شغال. سخان يونيفرسال شغال. طيب بص معايا هنا، الاخت ابتسام من مصروفك يا بنتي انت بتجيبي ماوس جديده عشان الماوس مش شغال. ايه ده يا ولاد؟ ده قلب سيادتك يا فندم بيتكون من تو اتريا وتو فنتركلز. ده قلب انا، ده يميني انا باكل بالايد دي، وده شمالي ما باكلش بالايد دي. يعني جزء ده في القلب رايت والجزء ده ليفت. وبصفة عامة، بصفة عامة وانت بتبص العيان، بتبص الاكس راي، بتبص الواتيفر، يمينك يمينه شمالك وشماله يمينك، يعني كأنك بتسلم عليه. يعني الرسمة دي اهي يمينها فين اهو شمالها فين اهو. طيب ده اتريوم موجود الناحيه اليمين اسمه رايت اتريوم، ده فنتركل موجود الناحيه اليمين اسمه رايت فنتركل، ده اتريوم موجود الناحيه الشمال اسمه ليفت اتريوم، ده فنتركل موجود الناحيه الشمال اسمه ليفت فنتركل. مش هتكلم على الداينامكس وده بياخد دم منين، مش مهم قوي الكلام ده. عندي سيادتك اقراك دي حاجه انا موجود عاوزين ننزل لكم مخصوص، انزل لكم مخصوص وراي الكلام ده تاني عادي ما عنديش مانع. انا المهم عندي الجزء الاصفر. ايه الجزء الاصفر ده يا ولاد؟ ده بنسميه ذا كوندكتنج سيستم اوف ذا هارت. بنسميه ايه؟ كوندكتنج سيستم اوف ذا هارت، يعني ده السيستم يا ولاد اللي بيوصل الكهرباء للقلب. هي الكهرباء بتبدا فين؟ معرفش معرفش. بتمشي ازاي؟ بتمشي في هذا الباث واي اسمه كوندكتنج سيستم اوف ذا هارت. طب تعالوا مع بعض نشرح الكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت ان ديتيلز ونقول بيتكون من ايه. كوندكتنج سيستم اوف ذا هارت في عندي اول حاجه عند الرايت اتريوم زي ما سيدتكم شايفين
والاتريوم. في عندي عقدة، عقدة اهي. طب مش تقول يا السوبر فينا كيفا؟ انفير فينا كيفا؟ مكان ما السوبر فينا كيفا بيفتح اهو فتحته اهي. في الرايت اتريوم في عندي نود. النود دي اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها ساينو اتريال نود او اس اي نود. اسمها ايه؟ ساينو اتريال نود او اس اي نود. هذه النود خارج منها فايبرز. وبتكوندكت للمسلز تاني. النود دي يا ولاد خارج منها ثلاثة فايبرز. انتيريور ميدل بوستيريور. اسمهم ايه لسه ما اعرفش. وكمان لو كهربت، لو طلعت كهربا هتكهرب الاتريوم مايوسايت. كلمة مايو يعني عضلة، مصر سايت يعني خلية. هتكهرب الخلايا بتاعة القلب. طب هي خلايا القلب، للي ما يعرفش، الخلايا دي بينها وبين بعض حاجة اسمها جاب جانكشنز. خدتوها في الانترودكشن. حاجة اسمها ايه؟ يا ترى وظيفتها ايه الجاب جانكشنز دي؟ كل اللي هي بتعمله قلو رابد دايركت. شوف الكلمتين قلو ايه؟ رابد دايركت كوندكشن اوف اي حاجة. ايونز الكتريكال اكتيفيتي فروم وان سيل تو اتس نيبر. فروم ايه؟ وان سيل تو اتس نيبر. الاس اي نود موجودة في رايت اتريوم عند فتحة السوبر فينا كيفا. ده اسمه انتر يعني ان بتوين اتريال يعني تو اتريا سيمتوم. الحاجز ما بين الاتريا، الحاجز ما بين ايه؟ في هناك نود، في هناك ايه؟ نود تانية اسمها ايه؟ اسمها اي في نود او اتريو فنتريكولر نود. اسمها ايه؟ اتريو فنتريكولر نود. إذا علمت أن الثلاثة فايبرز الأنتيريور ميدل بوستيريور اللي خارجين من الإس إي نود رايحين للإي في نود، تسميهم لي إيه؟ أسميهم الفايبرز ما بين النودتين. الفايبرز ما بين النودز. كلمة ما بين يعني إيه؟ يعني إنتد. ونودز يعني نودل، وفايبرز يعني فايبر. يبقى هذه الفايبرز اسمها إيه؟ انتر نودل فايبرز. ونحن في بنائنا للكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت لحد دلوقتي عارفين ايه؟ عارفين ان انا عندي اس اي نود لايك اتريوم فتحه السوبر فينا كيفا، انتر نودل فايبرز، اي في نود. اي في نود بتديني باندل. اسمها ايه الباندل؟ اسمها باندل اوف الخواجة هس. دي الباندل اللي في الخواجة هس. صوتي واصل ولا؟ دي الباندل اللي في الخواجة هس. تمام؟ شوف اللي هيحصل. لا لا باندل اللي في الخواجة هس مكملة وبتدي مدي حاجة اسمها رايت باندل برانش. حاجة اسمها ايه؟ يعني برانش من البندل رايح ناحية اليمين من السيبتم. يعني سيبتم يا بيه؟ انتر فنتريكولر سيبتم. اهو اها ده. يبقى البرانش ده اسمه ايه؟ اسمه رايت باندل برانش. ده جاي منين؟ ده جاي، اسمع الكلمة، as a continuation of bundle of S. هذه البندل اوف هيس كونتينيو از رايت باندل برانش ومديه ليفت باندل برانش من اولها. انت واخد بالك؟ الرايت باندل برانش اهو كونتينيويشن اوف باندل اوف هيس. الليفت باندل برانش لا، ده جاي من اولها من فوق. طيب اذا علمت ان هذا الكوندكتنج سيستم كل جزء له سرعه توصيل، يعني ايه؟ اديك مثال. الاس اي نود بتنقل الكهرباء بسرعه 5 سم في الثانيه، يعني 0.05 متر بالسكند. الانتر نودال فايبرز بتنقل الكهرباء بسرعه
بامبل برانش بتنقل الكهرباء بسرعة 2 متر بالسكند. أسأل سؤال، بركنجر بقى أنهي جزء في الفنتريكولار سيستم هيكهرب الأول وليه؟ اليمين ولا الشمال؟ مش فاهم. أقول لك يا سيدي، بص معايا على الرسمة دي، رسمتها الترم الأول مهمة جدا، مش هتفهم إيه سي جي من غيرها. بندل اوف اس ايه ده؟ ده كونتينيويشن يا بيه في البندل اسمه رايت بندل برانش. طب وايه ده؟ ده ليفت بندل برانش. سرعه التوصيل الشحن ثابت، سرعه التوصيل ثابته. بص بص بص، لو الكهرباء ماشيه كده هتمشي هنا وتمشي هنا، هتمشي هنا بسرعه كام؟ تمشي بسرعه كام؟ يبقى انهي جزء من السيستم يتكهرب الاول وليه؟ ده الليفت هيتكهرب الاول. اشمعنى؟ اصل الليفت بندل برانش يا بيه اوريجينيتنج، دي طالعه منبعثه باديه ات هاير ليفل زي الرايت بندل برانش، وسرعه التوصيل في البندل برانش اسرع، ده ضعف سرعة التوصيل في البندل اوف اس. يبقى في الوقت اللي الكهرباء ماشية فيه ببطء ريلاتيفلي نسبيا في البندل اوف اس بسرعة واحد، الكهرباء كانت ماشية بسرعة في الليفت بندل برانش بسرعة اتنين. يبقى انهي جزء من السيستم الكهرباء الأول؟ الليفت. خلي دي في دماغك، ما عليك. نرجع لموضوعنا، واحنا بنتكلم عن ايه يا دكتور؟ بنتكلم على the conducting system of the heart. عرفت ان أول حاجة عندي اس اي نوت موجودة في رايت اتريوم عند فتحة السبيل في الكيمة، خارج منها ثلاثة انتر نودال فايبرز متجمعين عند النبي في مين؟ في الاي في نود. اي في نود مكملة از باندل اوف اس. باندل اوف اس يا بنات، باندل اوف اس تديني continue as the right bundle branch and gives off at a higher level left bundle branch. Right و left bundle branch بيمشوا عاوزين يكهربوا ال ventricular myocytes 3 سنتي الناحية اليمين الناحية الشمال و سنتي الناحية اليمين سنتي عضلات. فكان ربنا لازم يخلق لي مجموعة من الفايبرز تكهرب العضلة التخينة دي كلها تقريبا في نفس الوقت عشان تفانكشن از اسينسيتيم. فالفنتريكل كله سواء كان يمين او شمال يكون كونتراكت از وان يونت. فسرعه اتنين دي ما تاكلش معاها عيش، انا عاوز حاجه اسرع، انا عاوز حاجه اسمها بيركنجي سيستم اوف فايبرز، وسرعه التوصيل فيها 4 متر بالسكند وهي الاسرع. يبقى لو جينا نراجع تاني ذا كوندكتنج، خلصت الكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت. لو جينا نراجع تاني مع بعض ذا كوندكتنج سيستم اوف ذا هارت، انا عندي في اس اي نود موجوده في رايت اتريوم ات ذا اوبننج اوف سيفير فينا كيفا، سرعه التوصيل فيها 5 سنتي او 0.05 متر بالسكند، مديه 3 انتر نودال فايبرز انتيو ميدل بوستيريور، سرعه التوصيل 1 متر بالسكند، رايحين للاي في نود سرعه التوصيل 0.05 سرعه التوصيل في الاي في نود 0.05. استهدى بالله ما تعلقش عليا يا واد، يا واد هنزل تمام. سرعه التوصيل في الاي في نود 0.05 متر ب 5 سنتي في الثانيه. الاي في نود بتديني باندل اوف اس سرعة التوصيل فيها 1 متر بالسكند، بتديني 2 باندل برانشز رايت باندل
bundle branch as a continuation وليفت bundle branch at a higher level سرعة التوصيل 2 meter per second توصل للventricle للبركنجي system fibers سرعة التوصيل 4 meter per second. يا ترى مين في السيستم ده اللي بيطلع كهرباء؟ ثلاث حتت بيطلع كهرباء. هما مين؟ اس اي نود معدل الديستشارج من 90 ل 105 مره في السقف في الدقيقه. بتطلع كهرباء 90 ل 105 مره في الدقيقه. دي مين دي؟ اس اي نود. في عندي حاجه ثانيه اسمها اي في نود بتطلع كهرباء. هي دي بتطلع كهرباء بسرعه قد ايه؟ بسرعه من 40 ل 60 مره في الدقيقه. في عندي حد تالت بيطلع كهرباء؟ يس بالـ3%. 3% من البركنجي فايبرز يا دكتور. سؤال حلو قوي في الاورال. مش كلهم، 3% بيطلعوا بسرعه زي ما مكتوب في كتابك 20 ل 40 مره في الدقيقه. 15 ل 40 مره في الدقيقه مش هنختلف. يا ترى مين الاسرع؟ اس اي نوت. مين اللي يتحكم في القلب؟ القطع ولا الاسرع؟ الاسرع. الاسرع هيطلع كهرباء قبل ما البطيء يطلع، يبقى البطيء مش هيطلع. هطلع ليه اذا كان في حد اسرع مني وفوقيه بيطلع؟ حلو. يبقى القلب كله، القلب كله بيطيع مين؟ بيطيع الاس اي نوت. بيطيع مين؟ الاس اي نوت. اشمعنى؟ Because it has the highest rate of discharge. عشان كده سميت الاس اي نوت. It is the normal base maker of the human heart. دي صانع البيس، دي صانع الريزم، ده صانع الايقاع في القلب. يبقى what is the normal base maker of the human heart؟ اشمعنى؟ Because it has the highest rate of discharge من 90 ل 105. حلو. انت يا دكتور في وسط كلامك كنت بتقول لي ان الكاردياك مايوسايتس نفسهم يقدروا ينقلوا كهرباء. اقول لك ازاي؟ تقول لي بالجاب جنكشنز يا بيه. كلامك مضبوط. حلو. انا مش محتاج كونداكتنج سيستم يا دكتور. ليه؟ ببساطه شديده جدا الكهرباء هتطلع من الاس اي نوت تمشي في الاتريال مايوسايتس وتعدي للفنتريكيال مايوسايتس والكهرباء. اقول لك يا حبيبي الكلام ده مش صحيح. والجاب جنكشنز موجوده يا حبيبي، بس انت في عندك سيستم بنسميه السكيلتون اوف ذا هارت، فايبرس سيستم، فايبرس رينج اكزيست. يا سلام. اكزيست بتوين ذا اتريا اند ذا فنتركل. انا قلت عليه اسمه ايه؟ اسمه فايبرس. هذا الفايبرس تيشو از انسوليتر. ده عباره عن ايه؟ عازل ما بيوصلش كهرباء. لو سيادتك بصيت هتجد ان هذه الفايبرس رينج او فايبرس سكيلتون بتاع القلب مخروم. فين؟ في ثلاث اماكن. في فتحات الفالفس يمين، ده مكان، شمال ده مكان، وفي مكان ثالث مخلوق. ايوه ده مكان ما البندل اوف هس بتعدي من الاتريال للفنتريكلز. يبقى عشان الكهرباء تعدي دايركت من اتريال للفنتريكل مش هيحصل. عشان ايه يا دكتور؟ عشان في عندي انسوليتنج فايبرس سكيلتون. ده كومبليتلي انسوليتنج يس، ومخروم في اماكن الفالفس، ومخروم في مكان ما البندل اوف هيس بتعدي من الاتريوم للفنتركل. وهنا اصبح ذا اونلي كوندكتنج باس واي. مفيش وقت في المحاضره دي ان انا اتنيل هارتك. لما تتاوب، لما تتاوب، اولا انك تتاوب ده معناه ان انا بورنج. انا بورنج وان انت بود. انا اتمليت من الراجل ده. الراجل ده ممل جدا. ده واحد. اتنين، لما تتعب يا ابني خلاص انا ممل. اوكي انت حط ايدك المعده باينه من بوقك يا ولد. وبعدين مش بيتطول اللي هي
pathway between the atria and the ventricle is الAV node والبندل اوف هيسي. خلاص اقول لك معلومه ثانيه. البندل اوف هيسي يا ولاد، البندل اوف هيسي عشان في كلمه كده مش هتفهمها في كتاب. البندل اوف هيسي بتطلع بتعدي الكهرباء في اتجاه واحد. مش فاهم يعني البندل اوف هيسي اوان واي ستريت، طريق اتجاه واحد رايح مش راجع. مش فاهم يعني البندل اوف هيسي تنقل الكهرباء من الاتريال للفنتركل. حبيبي من الفنتركل اتريال نو. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ ها؟ ليه؟ هتلاقي في كتابك يقول لك ايه؟ يقول لك ان ذا نورمال بيس ميكر اوف ذا از ذا نورمال بيس ميكر اوف ذا هيومن هارت از باظت اتضربت ولعت. مين يشتغل؟ الاوتوماتيك تيشو الثاني اللي الريت بتاعه ابطا منها بس اسرع من اللي بعده اللي هو اي في نود. اي في نود اتضربت ولعت من ال 3% من كلش يشتغلوا. يوم كاتب لك ايه؟ يكتب لك كلمه اديو اديو فنتريكولر ريزم. يعني لو الاس اي نود بطلت والاي في نود بطلت البركنجي هتشتغل. بس ده اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه اديو. اديو يعني سيلف. يعني هذه البركنجي هتكهرب الفنتركلز بس. طب والاتريا؟ انا مالي؟ هو الكهرباء هتوصل من الفنتركل للاتريا؟ هو في باس واي يوصل من الفنتركلز للاتريا؟ مفيش. عرفت بقى كلمه اديو دي سببها ايه؟ سيلف مني ومش هيوصل للاتريا. دكتور حضرتك كنت قلت المين سيستم اللي هو الاس نود اللي بيدي كونتاكت. طب ازاي ما بيبقى فيه هنا في حاجز يبقى الاس نود بيدي بس الاتريا مش الفنتركس؟ حضرتك فاهمني؟ مش فاهم السؤال. حضرتك قلت ان المين اللي بيدي كونتاكت لكله الاس نود. تمام. وحضرتك بعد كده قلت ان في حاجز ما بين الاتريا والفنتركس. طب يبقى كده الكهرباء مش هتوصل من اس لود للفنتركل. صح الكلام ده مظبوط. امتى الدكتور بتقول ايه عشان الناس تسمع؟ الدكتور بيقول يا دكتور انت قلت ان الاس لود هي اللي بتطلع الكهرباء وفي حاجز فايبرس بتوين الاتريا والفنتركل. هو الحاجز ده مش مخلوق؟ مين اللي خربه؟ يبقى اي كهرباء تطلع من الاس اي نود تمشي توصل للاي في نود تعدي في البند بس هتعدي. اهي بص بص على رسمه. بص على رسمه. شايف الاي في نود؟ شايف الاي في نود؟ شايف البند اوف هيس؟ شوف 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 متدككه ازاي؟ شوف شوف خربت السبته. شوف 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 سبحان الله. يبقى الكهرباء لو وصلت للاي في نود والبندل اوف فيست عادي. وهو ده عشان كده سميناه ذا كوندكتنج سيستم اوف ذا هارت. طيب حلو. يبقى انا النهارده عملت لك ريفريشمنت للاكشن بوتنشال اللي انت خدته. وعملت لك مراجعه للكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت اللي مهم بالنسبه لي قوي. وانا بشرح لك اي سي جي ابتداء من بكره ان شاء الله. فاضل لي حتتين، حته قديمه لبعض الناس وجديده للاغلب وحته جديده لكل الناس. انت بتقول لي يا دكتور ان في بعض التيشوز بتطلع كهرباء اوتوماتيكي اوتوماتيكي وسميتها اوتوماتيك تيشوز منها الاس اي نود. طب يا ترى الاس اي نود بتطلع كهرباء ازاي؟ تعالوا مع بعض ابنائي وبناتي طلبه وطالبات الصف الاول من مرحله التعليم الاساسي. نشوف ازاي الاس اي نود بتطلع كهرباء اوتوماتيك. الاس اي نود يا ولاد كان يا مكان في عندنا اس اي نود. انتوا بتنموا ولا ايه؟ كان في عندنا اس اي نود ريستنج ميمبرين بوتنشال بتاعها انستابل ماينس 55 ماينس 60 في الاكتيفيت بيتأرجح ما بين ماينس 55 وماينس 60. ماشي سبونتينيوس لوحده في كارنت. هذا الكارنت بيدخل صوديوم ببطء. ايه؟ بيدخل صوديوم ببطء وبيدخل بوتاسيوم. مش مكتوبه في كتابك. مش عاوز اسمعك. مش ده نو كويشنز اللي بعد المحاضره. مع
معلش مش قصدي ان انا اكون يعني هو انا كده اوريدي بس يعني مش قصدي ان انا اكون دلوقتي كده يعني. طيب بيدخل صوديوم بوزيتيف بيدخل بوتاسيوم بوزيتيف يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل ديبولاريزيشن يحرك لي ريستنج ممبر بوتنشال من الريستنج ليفل لحد ماينس 50 ملي فولت لحد ماينس كام؟ الكرنت ده التيار الكهربائي ده سميته فاني غريب مش فاني بيستظرف مع القلب لا كلمة فاني يعني سترينج ليه فاني؟ سببين بوتاسيوم يخش ده بوتاسيوم جوه وقت 35 ضعف وصوديوم يخش ببطء ميكانيزم تيل نو انون ما تسالنيش انون فعلا بس بما ان ده بيحصل فاحنا سميناه فاني سترينج يبقى الريستنج ممبر بوتنشال بتاع الاس اي نود بيطلع من الريستنج ليفل ماينس 55 ماينس 60 لحد ماينس 50 بمساعده مين؟ فاني كارنت بيعمل ايه الفاني كارنت ده؟ بيدخل صوديوم ويدخل بوتاسيوم وصلت الماينس 50 عند ماينس 50 نوع من انواع الكالسيوم تشانلز بيفتح ويقفل بسرعه اسمه تي تايب او ترانزيانت ترانزيانت تايب كالسيوم تشانلز بتوصل لي الريستنج ممبر بوتنشال من ماينس 50 لحد الفايرنج اللي هو كام؟ ماينس 40 تعال نشوف الرسمه يبقى انت انا بتكلم فين يا دكتور؟ انا بتكلم في الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر دي بسميه سلو ريسبونس اكشن بوتنشال عرفت سميته سلو ليه؟ ده البوتاسيوم والصوديوم دخلوا ببطء ووصل للفايرنج ببطء مش كده بس هنعرف كمان ليه اسمه سلو السلو ريسبونس اكشن بوتنشال او البيس ميكر اكشن بوتنشال كان بيوصل لي من الريستنج ممبرين للفايرنج في خطوتين الخطوة الأولى بتوصله من الريستنج اللي هو ماينس 55 ماينس 60 ملي فولت لحد ماينس 50 الكارنت ده اسمه ايه؟ اسمه فاني كارنت بيعمل ايه؟ بيدخل صوديوم وبوتاسيوم صوديوم ببطء فاني بيدخل بوتاسيوم فاني عند ماينس 50 نوع من انواع الكالسيوم تشانلز اسمه تي تايب كالسيوم تشانلز بيفتح بيوصلني من ماينس 50 لماينس 40 اللي هو الفايرنج هذه الفيز اسمها بري بوتنشال او اسمها فيز 4 او اسمها ايه؟ فيز 4 يبقى اول فيز من الفيزز اوف الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك بيس ميكر كانت فيز 4 ودي خطوتين درجتين سلم من ماينس 55 ماينس 60 لماينس 50 فاني كارنت من ماينس 50 لماينس 40 سيشن بسبب التي تايب كاش كونتاكت عند ماينس 40 ملي فولت ايه اللي بيحصل؟ نوع تاني من الكالسيوم تشانز يفتح اسمه ال تايب كالسيوم مش اسمه ايه؟ كلمة ال يعني لونج لاستنج يعني تفتح وتقفل ببطء تقعد وقت طويل إلى حد ما دي بتوصل لي الممبرين بوتنشال من ماينس 40 الفايرنج لحد بلس 10 يبقى انت والفيز دي اسمها فيز زيرو يبقى لحد دلوقتي انت واحد تو فيزز الفيز الاولانيه اسمها فيز فور او اسمها بري بوتنشال او اسمها سبونتينيوس جراديوال ديبولاريزيشن ايه ده استخدم الله سبونتينيوس لوحدها وانا قلت لك في الكتريكال ستيمولاي قلت لك في كيميكال ستيمولاي قلت لك في اي نوع من انواع الستيمولاي مفيش ومادي لوحدها يبقى اسمها ايه سبونتينيوس وسريعة ولا ما تقدر جراديوال ده حصلت في مرتين مرحلتين فيز فور أول مرحلة فاني كارنت وصل لي الماينس 50 تاني مرحلة تي تايب كالسيوم تشانلز وصلت لي الماينس 40 شيل إيدك من على خدك
انا جاي لك اي جاي اختك هشام عباس. طيب اول فيز، فيز فور، عرفنا اساميها ايه؟ من الفايرنج ماينس 40 كده ما تقطعش انا تفت. خلاص؟ من ماينس 40 لحد بلس 10 مسؤول عنه نوع من انواع الكالسيوم شاف اسمه ال تايب، اسمه ايه؟ ال تايب كالسيوم شانلز. عند بلس 10 ال تايب كالسيوم شانلز قفلت. نوع تاني من التشانلز اسمه ديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانلز، بيرجعني من بلس 10 لحد الريستنج ممبرين بوتنشال بتاعي ماينس 55 ماينس 60، وبكده يكون البيس ميكر بوتنشال خلص. رجعت للريستنج ممبرين بوتنشال، يبدا الفاني كارنت يشتغل تاني، يوصلك لماينس 50، كالسيوم تي تايب يوصلك لماينس 40، كالسيوم ال تايب يوصلك لبلس 10، دي ار كي ديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانلز رجعت للريستنج ممبرين بوتنشال، وهكذا. هل الدوره دي تم ذكر ستيميولس فيها؟ شغاله لوحدها، يبقى اوتوماتيك ولا مش اوتوماتيك؟ يبقى سبونتينيوس ولا مش سبونتينيوس؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس. خلاص؟ طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه البيس ميكر اكشن بوتنشال. هو انا كنت حابب النهارده ان انا اقول لكم الفنتريكل اكشن بوتنشال، بس ابقى مجرم. ابقى مجرم لو قلت لكم حاجه زياده عن اللي انا قلته. هو المفترض ان حصه النهارده ان انا اقول لكم الفنتريكل اكشن بوتنشال، بس انا مش هقوله. لان دي المحاضرة الثالثة. كان عندكم هيستولوجي واناتومي قبل ايه؟ بايو. أفضل مواد بايو. 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 أفضل مواد فتح العقل. فوق الصبح. وأنا جاي التالت، أنا جاي التالت يا ولاد. التالت على أختين. بس 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 بس. فمش هقدر ان انا اضيف، بس انا كده النهارده خلصت. هو المفترض ان انا بكره كنت اديكم اي سي جي، مش هينفع على هبدا مقدمه اي سي جي بكره. هنخلص بكره ان شاء الله الفنتريكل اكشن بوتنشال ونبدا في الاي سي جي. ثانك يو، شكرا.